يعني شد حيلك والسؤال لازم تجاوب عليه باذن الله تعالى. بطل خفير وين السؤال؟ ايوه، يقول السؤال: من اقدم وسائل النقل بالمغرب والتي تسمى في مصر الحنطور، الحياكه، بروزاك، الكوتش. من اقدم وسائل النقل بالمغرب والتي تسمى في مصر الحنطور. مستشار. مستشار رقم ثلاثة. ثلاثة. يسألك فارس القحطاني يا دكتور، دكتور تسمعني؟ اي اسمعك اسمعك. تسمعني؟ ايوه. شوف، عندنا ثلاث اختيارات: الحياكه وبروزاك والكوتشي. حلو. عندك في واحد دواء ابعده، دواء اكتئاب ابعده. زين؟ حلو. المدرب احنا ايش نقول له؟ ايش تقول للمدرب؟ كوتشي. ايش تقول له يا كوتش؟ كوتش. ها يا فارس. ثبت ثبت الاجابه. يا سلام، برافو 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 يا فارس القحطاني. 100 ريال لك من نصيبك مع خصم القيمه، قيمه الخصم الصناديق. سعود فهد، سؤال اخير لك كذلك، شد حيلك. ما ادري، احس ان تمسك كذا احسك مثقف حبيبي. عطنا السؤال. اللغه البيضاء برضو لعبه دور. يقول السؤال لسعود فهد: خبز بلدي شهير عند اهل المغرب والاسم من كلمه امازيغيه، تاثر نوت ام صاجيه ام جباتي؟ خبز بلدي شهير عند اهل المغرب والاسم من كلمه امازيغيه. مساك الله بالخير ابو وليد. اي رقم بس قبل ما استلم عليك؟ اربعه لك يا دكتور. سعود سام، ابى اقرا لك الاختيارات. ايه. تفرنوت، صاجيه، شباتي. زين؟ ايه. في نوع من الجوالات الجلاكسي، ايش يسمونه؟ هذا هو ايش يسمونه هذا؟ يسمونه جلاكسي. طيب لا، يسمونه كذا فور. صح ولا لا؟ المذكرات. طيب ايش تسميها المذكرات ايام الجامعه؟ مذكرات ايش تسميها؟ بيض الله وجهك. وجهك بيض الله وجهك. حق الارجنتين. الاسبوع اللي راح اخر سؤال هو اللي خربته صح؟ زين. ها شو الجواب؟ ايش رايكم شباب؟ ها سعود، ترى في اس 5 اس 4. اوه والله متوتر يا جماعه. تبي ترجع الدكتور؟ ترجع ترى عندك. فهد ركز، فهد ركز، وهيبي يرجع بعد اذنك. وهيبي ايوه قول ركز ركز. ادري بس خليك بعيد عنه. تفرنت. تفرنت على الاجابه. الله برافو، يا سلام عليك، تستاهل تستاهل. سعود فهد، ننتقل لمحمد الوهيبي. برضو اخر سؤال لك، شد حيلك واتمنى لك التوفيق. يقول السؤال سهل اتمنى: ماذا يسمى الاناء الذي يوضع عليه الشمع في المغرب وهو احيانا يكون من الفضه؟ القصعه، الحسكه، القدح. سلام، كثير نسمعها هذه. ماذا يسمى الإناء الذي يوضع عليه الشمع في المغرب وهو أحيانا يكون من الفضة؟ قصعة، الحسكة، القدح. 10 ثواني. عندك مستشار؟ مستشار. مستشار رقم ثلاثة. ما أسمعك. ثلاثة. ثلاثة لك يا دكتور محمد الوهيبي. الوهيبي سم. مدينة سورية على اسم مدينة سورية دائما نسمع فيها أحداث. حاول تقرب أكثر. مدينة سورية، أي واحدة فيهم مدينة سورية؟ مدينة سورية. والله ما أعرف. ما تعرف أبد؟ لا. طيب نوع من النباتات؟ ما أعرف. طيب نوع من، خلنا نقول من الحواس الخمس، بس مو من الحواس الخمس يعني. بيض راجلك. عرفت ولا لا؟ ايه. يعني تلمس شيء ايش تقول؟ ايه. طيب ها الحسكة. حسكة بش ثبت؟ هي الحسكة. نثبت على الحسكة الإجابة صحيحة. برافو عليك محمد الوهيبي، تستاهل. سلام. تستاهل تستاهل. ننتقل لآخر سؤال لسلمان الباهلي وآخر برايم له، إن شاء الله يكون سؤال سهل، الإجابة تكون سريعة إذا عندك أو تروح للمستشار. ويقول السؤال: ما هو لون النجمة الخماسية في علم المغرب؟ سؤال سهل، حمراء، خضراء، بيضاء. حرام. ها زياد يقول تروح المستشار أذبحك، لكن القرار لك أنت يا سلمان. ما هو لون النجمة الخماسية في علم المغرب؟ حمراء، خضراء، بيضاء.
اذا ما عليك جواب روح مستشار. نعم خضراء. ما اسمعك والله. خضراء. الخضراء. خضراء الإجابة. زياد يضحك. برافو صحيحة. تستاهل تستاهل. حلو حلو يا سلمان الباهلي ومغامرة في محلها. لين السؤال سهل. زياد الشهري والله شكلي بغامر زي اللي راحت. ليس كل مرة يسلم الجرة. ركز يا زياد. يقول السؤال من السؤال سهل. من هو ملك المغرب الحالي؟ حبيبي كم عددنا حنا هنا؟ الحسين الخامس، الحسن السادس، محمد السادس. أيوة في اثنين سادس. حلو هذا سادس باء وسادس جيم. جميل. محمد السادس، الحسن السادس، الحسين الخامس. محمد السادس. محمد السادس. محمد السادس. أكيد ترى عندك مستشار. كل ثقة بإذن الله. يقول محمد السادس الإجابة. برافو صحيح. هذا تستاهل. الله يفرجك. اللهم لك. سؤال سهل جدا. ننتقل عبد الرحمن خضير وآخر سؤال لك وشد حيلك. خطأ الواحد يحملك الكثير. نوال المتوكل هي أول امرأة مغربية وعربية تحرز ميدالية ذهبية أولمبية، ففي أي لعبة فازت؟ السباحة، الفروسية، ألعاب القوى. عندك المستشار يا عبد الرحمن. نوال المتوكل هي أول امرأة مغربية وعربية تحرز ميدالية ذهبية أولمبية، ففي أي لعبة فازت؟ السباحة، الفروسية، ألعاب القوى. أنا شاك بوحدة. باقي لك ست ثواني. متأكد من جواب؟ قول. ما أنت متأكد؟ روح المستشار. ألعاب القوى. متأكد؟ إن شاء الله. متأكد يا عبد الرحمن؟ يا رب إن شاء الله. ترى برافو عليك يا عبد الرحمن خضيري. تستاهل تستاهل. الإجابة صحيحة. لكن الآن قبل ما نعلن وقبل ما نعرف يا فارس القحطاني، يا سعود فهد، يا محمد الوهيبي، وكذلك سلمان الباهلي وزياد الشهري وعبد الرحمن الخضيري، نعلن مين راح يودعنا ورجوعه إن شاء الله حيكون قريب. لكن راح نشوف نحن وياكم ونطلع على هذا التقرير.